ضمن الأعمال أو المبادرات التي يقوم بها اتحاد الصحفيين التشاديين في مجال تطوير الإعلام وزيادة كفاءة الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الخاصة والعامة، نظم اتحاد الصحفيين التشاديين ورشة تدريبية حول النقابات الصحفية وحقوق العمل بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، وتهدف هذه الورشة للحفاظ على حقوق الصحفيين في مجال ممارسة العمل الصحفي. رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين عباس محمود طاهر في مستهل حديثه أشار إلى أهمية هذه الورشة للعاملين في مجال الإعلام بصفة عامة. يتناول موضوع هذه الورشة جوانب حاسمة من مهنتنا، بما في ذلك الحرية النقابية، عقد العمل، النزاعات العمالية، الاتفاقات الجماعية للصحفيين، ظروف عمل الصحفيين، الأمن الجسدي والاجتماعي للصحفيين، الرقمنة وعمل الصحفيين، ومساواة النوع الاجتماعي في الوسط الصحفي. هذه الموضوعات هي في صميم اهتماماتنا، ومن الضروري أن يفهم كل صحفي هذه القضايا والآليات الضرورية للدفاع عن حقوقه وحقوق زملائه. كما أضاف رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون. تواجه الصحفيات العاملات عبر الإنترنت تحديات خاصة سمحت الرقمية للعديد من النساء التوفيق بين الحياة المهنية والشخصية، ومع ذلك فإنهن أيضا أكثر عرضة للتحرش عبر الإنترنت والتمييز والتخويف السيبرياني أو الإلكتروني. غالبا ما تكون ظروف عمل الصحفيين غير مستقرة وخطيرة، فنحن معرضون لمخاطر جسدية ونفسية وحتى قانونية أثناء ممارسة مهنتنا. أما ممثلة الاتحاد الدولي للصحفيين سوكنا ديا أفادت أن مؤسستها لها 4 سنوات تقوم بمساعدة اتحاد الصحفيين في تشاد، وذلك في مجال تدريب الصحفيين، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تساعد في تقوية كفاءة الصحفيين ومدراء المؤسسات الإعلامية. أما وزير الإعلام والاقتصاد الرقمي بوكر ميشيل أشاد بهذه البادرة التي تعمل على زيادة كفاءة الصحفيين ورفع المستوى الفكري، بالإضافة إلى معرفة حقوقهم القانونية. وأضاف الوزير أن الحكومة وضعت استراتيجية لمساعدة وسائل الإعلام الخاصة والعامة، ولكن يجب على الصحفيين أن يقوموا بدورهم ويلتمسوا المواضيع الحساسة مثل استقبال تشاد للفئات من اللاجئين، ويجب على الصحفيين أن يكونوا متضامنين فيما بينهم من أجل توعية المواطنين ونشر الأخبار الصحيحة. وفي نهاية حديثه طلب من مدراء المؤسسات الإعلامية أن يتعاملوا مع الصحفيين المنضمين لهم بطريقة جيدة، ويدخل هذا وفقا لقانون العمل، علما بأن الورشة التدريبية ستستمر حتى تاريخ 20 من يوليو 2024.